الوطن لا يباع ولا يشترى، والوطن ماشي في المزاد العنني لمن يدفع أكتر. متفقين؟ عافاكم. الوطن ليس لمن يدفع أكتر أبدا، وكل من يبيع وطنه خائن، والخيانة جريمة عظمى، جريمة عظمى. أرى بحال تتبيع أمك تماما. أترضى أن تبيع أمك؟ أترضى أن تبيع أمك؟ ما يمكنش. لتبيع أمه خسيس، ورا الوطن راه أم، راه كاين أم الكبيرة اللي هي الوطن، وكاين الأم المحدودة في الأسرة والعائلة اللي هي أمك اللي ولداتك، كاين جوج، كاين الأم الكبيرة اللي هي الوطن، راه الوطن راه أم، الوطن راه حضن، الوطن راه هوية، راه أنت فلان المغربي، صاحبي راه هوية، راه أصلك، راه أمك رباك، رباك أمك هو اللي تعطوك الهوية ديالك، عبد ربي، شاب حسين. هويتي انطلاقا من بومي، ما نبيعهمش بتاتا ولو السيف على رقبتي. كذلك الوطن هويتي الكبيرة، ما نبيعهاش ولو على والسيف على رقبتي. فنحيو ضميرنا عافاكم إلى بغينا نزيدوا بالبلاد القدام. الوطن ثم الوطن وأخيرا الوطن، وليس بينهما شيء آخر، لا زرق لاف لا بلغة لا شربي لا واه، كنا الوطن. الله يصوب معنا عزيز التاقي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الداخلة. السلام عليكم السي عزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. كي داير السي عزيز؟ لاباس عليك. الله يكرمك بارك الله فيك. السي عزيز انت النائب الثاني الثالث الاول الرابع؟ الثاني. 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 مرحبا السي عزيز. الله يبارك فيك. السي عزيز قبل ما ندخلوا ولا خلينا ندخلوا الاولى، الوطن هو الاول، عاد باش نشوفوا، عاد باش نشوفوا التنميه المحليه كيفاش غدا. نبداو بالوطن، نبداو بالقضيه الاولى، قضيه كل المغاربه، قضيه الصحراء المغربيه. اخر التطورات اللي كاين هناك في الداخله، وتنعرفوا الداخله قريبه من معبر القرقارات، ما بعيداش عليه بزاف. اخر التطورات عطينا شنو؟ واش كاين شي صوارخ؟ كاين شي قصف متتالي؟ كاين شي تدمير للبنى التحتيه؟ راح يتصدر البيان العسكري رقم 25 ديال ما يسمى بالبوليزاريو، بالجيش البوليزاريو، راه صدر. شو ما تيحشموش، شو جاهم قاصح، صدروا البيان العسكري رقم 25. تفضل السي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السي حسين، شكرا للاذاعه ديال شادا اف ام على هذا الغيره على الوطن ديالنا وعلى القضيه الوطنيه الاولى ديال جميع المغاربه. وبحكم اننا كنتواجدوا في اقصى الجنوب، يعني المدينه المواليه لمدينه، يعني الجهه معبر القرقالات، يعني قبل منها راه كاين مهيريز، كاين جماعه المهيريز، ومن بعد كاين يعني القرقارات تقريبا، بمعنى كتفصلنا على القرقارات واحد 380 كيلومتر تقريبا. حنا الحمد لله ما شنقول لك، يعني الا كانت شي صواريخ وهميه يعني وهميه راه ممكن، ولا شي صواريخ اللي في الحول ممكن، ولا دوك الصواريخ ديال الالعاب ديال الدراري اللي كتلاح. احنا الحمد لله انا نقول لك اخر ما طلعت عليها انايا غير هذا الصباح، البارح كان واحد مجموعه ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي مشاو وعبروا على يعني الانشراح ديالهم، وساندوا يعني القوات المسلحه الملكيه، وساندوا يعني وداروا شعارات على اساس ان هي قضيه وطنيه وما يمكنش نتنازلوا عليها ولا نتنازلوا على اي حبه من الرمال كما قال صاحب الجلاله الحسن الثاني الله يرحمه، وكما كياكد دائما صاحب الجلاله محمد السادس الله ينصره. وبالتالي فاحنا هذه القضيه ديال القضيه الوطنيه ما فيهاش مساومات، وما فيهاش بعدا حتى هذه القضيه ديال الحرب الاعلاميه ديال الفيسبوك وديال البيانات ال 25 ال 24 ولا داك الشيء كامل، ربما يتوهمون بان غادي تكون شي عصا سحريه عندهم على اساس انهم غادي يصنعوا صواريخ وغادي يصيفطوهم لنا، وان كانت حتى شي صواريخ صيفطوها فلم تنفجر، راه ما كايناش الحمد لله، راه ما وقع حتى حاجه، بالعكس
حنا نعيش في اطمئنان، والطريق الحمد لله تسرحات، يعني الشاحنات كتمر بواحد السلاسه عجيبه، المرور ديال الناس يعني عبر الطريق الوطنيه وعبر القرقارات الحمد لله سليم. يعني ربما الناس ما وقع بين قوسين، وسمحوا لي لعطيت هذا المثال. كان ديك الساعة المعسكر الشرقي ديال الاتحاد السوفيتي، لما تفكك الاتحاد السوفيتي بقوا بعض العناصر في بعض الدول كيتمنوا مازال الاستمرارية ديال الاتحاد السوفيتي وهي ما كايناش. فنفس الشيء يعني إلا كانت الأمور هي نجحت يعني بواحد الذكاء كبير ديال يعني ديال صاحب الجلالة والقوات المسلحة، وأن تم كان واحد الصبر كبير أن باش العالم كامل يشهد بأن هاد الناس هادو لا يعبرون على أنهم في مستوى ديال دولة ولا إنشاء دولة، إنما هم واحد المرتزقة، واحد المجموعة ديال قطاع الطرق تريدوا يعني بحال داك الشيء ديال العصابات في زمان، هذاك الشيء ديال السيبة وبالتالي فالعالم ماشي قبل هاد الشيء. حنا راه عالم دابا ولا عالم يعني قرية واحدة، المصالح مشتركة، كاين واحد الانسان اجنبي جاي من امريكا باغي يمشي يشوف الصحراء في موريتانيا وغادي يدوز على المغرب، ما يمكنش تمنعو. هذه حريه ديال الانسان، هذه كرامه الانسان، وبالتالي ما يمكنش العالم يسمح لواحد الشير ديما ديال المرتزقه تبغي دير واحد دوله وهميه على اساس انها باش تكتسب منافع شخصيه، شي ما نسمحوش به وما يمكنش نسمحوا به ابدا. وبالتالي نبشر يعني المستمعين الكرام ديال شدا اف ام والطاقم الاداري والسي حسين والناس اللي معاه ان نحن في سلام